تعرف فيك؟ وليد احمد كامل سمكري سيارات، وان شاء الله الطياره ديت بننفذها على اساس ان هي هتبقى كرفان للقعده الاجتماعيه بتاعت حد مبسوط، حد يعني اللي هو يعملها قعدات ليه هو شخصيا. ترسى في ميه، ترسى في ميه. الفضل يرجع برضه للاستاذ محمود، باشمهندس محمود جاري، هو اللي جاب الفكره، هو اللي قال لي نفذ، فنفذت معاه. فالحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا للمرحله ديت، ولسه طبعا هتكمل، ليها باب وليها حاجات لسه هتكمل فيها، والحمد لله رب العالمين وصلنا للمرحله ديت ولسه بنكمل فيها شغل. بقالك قد ايه شغال في الطياره دي يا عمرو؟ بقالي 3 شهور شغال فيها، بس لو جينا للثلاث شهور هنلاقيهم شهر ونص عماله، اللي ما جاش يوم اللي كده، والباقي كان شهر ونص يعني. جد حجمها قد ايه الطياره؟ طولها قد ايه وعرضها قد ايه؟ طولها 12 متر، فعرضها 3 متر 10. تتحرك، تمشي على عجل، هترسى في ميه زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تمام. والحمد لله مقسمه صح، عامل لها شاسيه حداده، عامل لها تكييفاتها، عامل لها قائد، يعني كانك قاعد في طياره ما فيهاش اي حاجه. تاخد كم فرد؟ تاخد مش اقل من 52 53 فرد. هل هي مجهزه ان هي هيبقى فيها حمام، فيها شاشات، فيها تكييف؟ فيها تكييفات، فيها حمام، فيها تكييفات، فيها شاشات، فيها طبعا اللي خلفي ورايا ده هيكون حمام. اللي هو ديل الطياره، اللي هو ديل الطياره هيبقى ده حمام شخصي. هيبقى فيها اماكن للتكييفات، هيبقى فيها هنا نظام انتريهات زي الاحداث كده. تمام. اللي هي من الجيده ديت. تمام. هتبقى فيها ترابيزات، المنظر مش هيبقى كده طبعا، هيبقى في خلفيات ليها. فخم عن كده اكتر من كده، والحمد لله ربنا وفقنا وصلنا للمرحله دي الحمد لله. لو سالناك تتكلف قد ايه تقريبا؟ او تتكلف قد ايه عامه؟ يعني دخلت لها مثلا في حدود 250 الف جنيه عشان الحديد غالي وعشان الخامات غاليه بتاعت ال. حد طلب منك في الشغل تاني؟ ده مطلوب مني 3 بعد ما دي تخلص وتتسلم. مطلوب مني 3 طيارات. دي أول فكرة تعملها كطيارة ولا عملت أفكار تانية؟ لا أنا عملت العربية السبق. تمام. اللي هي تاخد عليها بيل ما تمشيش. تمام. بس بشنوط بطارة بشاشة عرض قدامك، تاخد عليها بيل، لا تقعد جواها، تاخد عليها بيل. عملت الأول العربية دي عربية السبق، فلما شافوا الفكرة عجبتهم، طب قالوا للباشمهندس محمود اللي أنا أعتبر بناخد رأي بعض مع بعض، تقدر تعمل لنا طيارة؟ أقدر أعمل طيارة. فجاب الفكرة، رسمناها الأول على ورق ونفذنا على طول فيها ووصلنا للمرحلة دي الحمد لله. لو اتكلمناك في الطيارة متكلفة ازاي؟ يعني إمكانياتها إيه؟ يعني معمولة من إيه؟ إمكانياتها كلها ممكن تكون شاسيه حديد، والشاسيه الحديد ده ملفوف عليه لوح صاج ملي متبرشم، واخدة جواها كلها عشان الصاج ما يلبش او يسمع فاي حد قاعد يتخبط فيه، اتفضل، او اي حد يسمع فيه. عامل لها خشب من جوه كونتر، عامل لها الازاز من بره هيبقى ازاز، مكان السواق هيبقى باين، الطابلون فيها هيبقى باين بتاع الطياره، اكنك في طياره كامله متكامله بس بودي بس. حماليتي انت بتعلم؟ لا خالص والله خالص. طب بالنسبه للافكار ممكن تقول يعني ايه ابتدائيه. طب الافكار اللي بتجي لك ديت زي الطياره ولا العربيه وخلافه بتجي لك ازاي وانت راجل شغال سمكري؟ والله هي بتجي لي الاول، يعني عايز اقول لك هل هي فكرتك ولا حد مساعد معاك؟ لا، هو حد مساعد معايا، وكانت فكره الباشمهندس محمود، شغال في شركه بريل، شركه كبيره وليها اسمها. فجي عرض عليا عشان انا سمكري وليا في الصاج وليا في الكلام دوت، جه عرض عليا الفكره قلت له لا سهله وننفذها. تمام. ففضلنا مع بعض لغايه ما نفذناها وصلنا للمرحله دي. لكن الفضل كله يرجع لربنا ثم لمين؟ باشمهندس محمود دوت، اللي هو طبعا ايه، هو اللي جاب الفكره من الشركه اللي شغال فيها. شركه ماليه جامد، شركه ليها وضعها، شركه بريل، شركه كاوتش، يعني
يعني شركه كبيره، فياخدوا الطياره ديت يرصوها في ميه تبقى زي يعني زي ايه زي كرفان، بس كرفان كامل متكامل، طياره راسيه في الميه، لكن هي ان هي تطير لا. يعني هل اثرت الطياره دي على شغلك كسباكات سيارات؟ خالص، كان بيجي لي شغلي كنت برضو بتابع هنا وبتابع هنا، ان انا معايا عماله. انا معايا ما يقلش عن 18 بني ادم بشغل، بس انا بقى ايه بدي الايه بدي تعليمات، يعني انت اعمل كذا وانت اعمل كذا وانت اعمل كذا وانت اعمل كذا. دي الفكره اللي انا اشتغلت عليها وربنا وفقني. ناوي تطور من المهنه قد ايه؟ ناوي اطور ازيد من كده، يعني الثانيه دي كانت اول فكره لينا، طبعا الثانيه هتكون احسن من كده بكتير. يعني بعد الطياره ممكن تتخيل ان انت تعمل حاجه ايه تاني؟ هما طالبين مني سفينه ان شاء الله انفذها، ان انا بنفذ حداده الاول. وبعد كده بشتغل صف كسمكري، بعمل الواح واشتغل بقى في بوز، اشتغل جناح، اشتغل الشغل اللي هو ايه يخص السمكره كده وكشغل.